هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بفيديو المشتريات العيد. إيه يعني؟ بجد انا استنيت الاوردر ده يجي لي، يعني كنت هتجنن عليه من الاخر. كنت هتجنن جدا عليه ان هو يجي لي، من كتر ما انا بقى عايزه اجرب لكم حاجات جديده وحاجات كده مختلفه. وانا شفت وعرفت ان الكواليتي عالي جدا قوي بتاعت الحاجات دي، وفي حاجات كتير اتحمست لها، فمجرد شفت عليها عروض طلبتها من غير ما افكر. فما تنسوش كمان تروحوا على لينك بيج يلا شوبينج اللي انا هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف. كل يوم بتعمل عروض رهيبه، البيج دي فظيعه واسعارها حلوه جدا، والعروض بتاعتها تستاهل انك تجري تجيبيها. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. انا مارجريت لطفي، ميك اب ارتست، وعندي براند سكين كير، منتجات طبيعية جدا للشعر والبشرة والجسم. تعالوا تابعوني على الانستجرام علشان نكبر ونكون اقرب لبعض، وكمان هناك نقدر نعرف المنتجات بتاعتي ايه بكل تفاصيلها. بس كده من غير ما اطول عليكم، تعالوا نشوف انا جبت ايه للعيد. مبدئيا كده عشان الحاجة هتعجبكم قوي، زي ما قلت لكم بيج يلا شوبينج بتعمل عروض دايما، وعامله عروض للعيد كمان. فانزلوا هتلاقوا الاكونت بتاعها تحت، ادخلوا شوفوها على الانستجرام فظيعه، وكمان ادخلوا تابعوني انا كمان علشان خلاص هنكمل 9000 على الانستجرام. هتكلم عن اول حاجه والحاجه اللي لما شفتها في العرض انا كملت كده الستوريز وبقيت اتفرج كده واقول لا اكيد في حاجه تانية هجيبها، خلاص انا مش قادره. فالدراي براش دي كانت في العرض، يعني مش عايزه اقول اسعار بس عشان السيلرز ما يزعلوش، بس سعرها كان اقل من 100 جنيه. واحنا عارفين ان الدراي براش دي في الحقيقه بتبقى ب 150 ب 250. طيب دي يعني ايه دراي براش؟ الدراي براش دي هي بنعمل بيها صنفره للجسم كله بس على الناشف، يعني مش واحنا مبلين جسمنا او حاطين مثلا اي شاور جيل على الجسم او اي حاجه، هو بيكون على الناشف. طب هي بصوا من ورا فيها ايه، دي بتتخلع، تاخدي دي كده تعملي سكراب مثلا للجسم، تعملي اي حاجة عندك اسمرار في الاكواع. انا الحمد لله بعالج الموضوع ده بالسكراب بتاعي ودايما شغالة على الموضوع ده، فجبت دي عشان عجباني قوي، وبصراحة اختي كانت نفسها فيها جدا، وندمت ان انا مطلبتش واحدة تانية ليا، نسيت. بس كده انتي بقى بتركبيها كده، بتغطيها بس شوية، هي ملهاش اي مجرى بتدخل فيها ولا حاجة. بعد كده تستخدميها للظهر بقى، اهي ده شكلها، يا رب تكون واضحه. دي كانت اول حاجه. دي بقى تاني حاجه اللي كنت متحمسه لها قوي، بس بصراحه ما عملتش معايا قوي في الانف عندي، عشان لزقه الانف دي اظن بتبقى محتاجه ناس مليانه رؤوس سوداء، اما انا عندي 2 3 بس. بصراحه قويه جدا وشديده جدا، وعرفت ان هي المفروض تتشد مره واحده، فانا ما كنتش قادره اعمل ده، فشلتها سنه سنه. لا مش شفتها سنة سنة، عملت اكنها كدمات خفيفة هنا، فخدوا بالكم لان المفروض تتشد مرة واحدة. وبرضه لو شدتيها مرة واحدة وانتي مش بروفيشنال واول مرة تستخدميها هتعمل كدمات وحبس دم. فالستريبس دي فيها 6 جواها، كان سعرها برضه حلو. بقى ندخل في الميك اب. الميك اب بصوا انا ما جربتش خالص الكنسيلرز بتاع مايت سينما، فجبت درجتين، جبت درجة 103 وجبت درجة 104. سمعت ناس بتقول بيخطط، ناس بتقول في الكفر، ناس بتقول تغطيته مفيش، اتقال عليه كلام كتير جدا، وناس كتير طلبت مني اجربه. فانا بناء عن طلبكم قلت خلاص انا هجيبه واجرب واشوف هيبقى عامل ازاي. كان نفسي اعمل ميك اب النهارده، بس انا هستخدمه بكره اول حاجه في ميك اب العيد. لو ما ريحنيش همسحه واحطه من الميك اب اللي انا متعوده عليه عادي جدا. فتعالوا بس نتكلم عن حاجه بسيطه، ان الشيت بتاعت 103 افتح وال 104 اغمق. طيب 104 عامله زي درجه 10 بتاعت مايبلين فات مي، يعني فيها كوركت بيج شويه على اورنج، ما تعرفيش هو بيج ولا اورنج، فممكن نحطه عشان مثلا بدل ما نحط كوركت للهالات ونحط بعدها الدرجه دي. عشان كده احنا ممكن نجيب الدرجتين دول، سعرهم وهم يعني بالنسبه لكميتهم وحجمهم. بس برضو استنوا فيديو هجرب فيه كل الحاجات اللي انتم شايفينها معايا في الفيديو ده. يبقى كده 2 كونسيلرز.
بعد كده حبيت العرض اللي كان موجود على الفاونديشن بتاع مايت سينما، ده اخر اصدار ناس كتير شكرت فيه، انا ما جبتش اي اصدار تاني، ناس كتير شكرت في الاصدار ده، علشان كده انا قلت انا هجيبه واجربه. يعني وانا بكلمكم انا حطاه هنا وهنا حاجه خفيفه كده طبطبه بايدي، ما حسيتش ان هو في الكفر، بس قلت ما احكمش عليه من دلوقتي، بس ناس كتير قوي قالت ان هو في الكفر. بصوا هو دخل في الخطوط، بس هقولكم بعد قد ايه، استنى اشوف الفيديو كام دقيقه. بعد 6 دقايق من غير ما اثبته دخل شويه في السمايل لاينز اللي عندي هنا، شويه مش كتير. في فاونديشنز تانية كتير قوي مجرد تحطوها تعملوا كده خلاص هي بتجمع وتدخل في الخطوط، فدي حاجه حلوه ليه، بس لسه هنجربه برده في فيديو تفصيلي. درجه 102 وهو بيأكسد قوي، فدرجه 102 افتح مني بدرجه او 2 فهتجيب درجتي على طول. الست بتاعت البروشز دي، دي بروشز بتاعت بي اتش كوزماتكس، بس الكوبي لما الكوبي تبقى كده الاوريجينال هتبقى ايه بجد. استنى هوريكم علشان تتصدموا زيي. مبدئيا الباكجينج يعني يستاهل قوي، شايفين اصلا البي اتش كوزماتكس مكتوب هنا عليها كده السلفان، انا يعني بفرح لما بشيلها بس خليها، والسوسته عليها سلفان كده، حاجه متكلفه يا جماعه. ودي دي جميله قوي مبطنه وعمليه قوي، يعني ممكن نحط فيها بيوتي بلندرز، ممكن نفس البروشز بعد ما نغسلها ونحطها في بروشز هنركنها شويه، ممكن نحط ايه ادوات الباديكير والمانيكير بتاعتنا. تعالوا بقى نفتح ونطلع اللي جوه ونسيبهم كده واوريكم هي من جوه عامله ازاي. يعني انا فرحت بالباج دي جدا، فرحت بالباج اكتر من البروشز، انتوا متخيلين. بعد كده بنلاقي كيس جواه 15 برش. اربع برشز للبشرة وباقي البرشز كلها للعيون، 11 برشز يعني. بصوا دول 11 للعيون والحواجب طبعا، ودول 4 للبشرة. ايه المميز فيه؟ اني البروشز بتاعت البشرة متوفرة في كل مكان، صيني بقى كوبي اوريجينال في كل حاجة، فبنكون دايما محتاجين البروشز دي، فأنا بحترم أي سيت بتاع البروشز بيكون فيه السبولي بتاعت الحواجب، بحترمه قوي. طبعا هنعمل الميك اب اللي جاي كله بالبروشز دي. بصوا فيها فرش دم، فرش كنسيلر، فرش كل حاجة كل حاجة. هوريكم واحدة بقى عشان اشوقكم. بصوا النعومة، بصوا النعومة، النعومة بتتحدث. لا النعومة فظيعة. بصوا مش حاسة بيها على بشرتي حرفيا، وبصوا الجمال مكتوب هنا بي اتش كوزماتكس. بصوا الجمال، متحمسة لها جدا جدا. بعتتلي تو جيفتس، بعتت لي جيفت تجنن جدا يعني بجد، هي ذوق جدا وحاجتها قمر وهي قمر. بعتت لي الرموش دي اللي احنا هنعمل بيها لوك قريب، هي هدى بيوتي، طبعا مش اوريجينال، بس عايزه اقول لكم ان رموش شعر طبيعي و3 دي، انتوا متخيلين؟ يعني زي رموش كتيره جدا احنا بنشتريها بالغالي. بعتت لي الليب بالم دي، هسايا جيرل، ريحتها برتقال، بس بصوا هي عملت ازاي من الحر، انا هعيط. بتعمل هروس في الايد دي، لو ممكن تاكليها في السكه يعني مش هيخسر. بس كده يا بنات نكون وصلنا لاخر فيديو بتاعنا، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وكومنت وشير، وعشان ما تسالونيش على الاكونت بتاعها انا حطاه في الديسكربشن بوكس في صندوق الوصف، تنزلوا تروحوا تتابعوه تشوفوا الستوري، اول حاجه تجروا عليها الستوري عليها عروض كده كتيره جدا كده. اشوفكم في فيديو جديد، باي.